هكذا مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء، اشواطنا متواصلة، شوطا تلو شوط، شوطنا الرابع عشر ينطلق بحفظ من الله ورعاية خصص هذا الشوط لفئة الجعدان المفتوح. نسير وياكم مباشرة نحو المقدمة، نحو الصدارة والبداية الأولى، حيث المعركة التي تجري على مقدمة هذا الشوط ما بين هذه الجعدان الأصايل. مباشرة نحو المقدمة والصدارة الأولى هنالك البارود، عبد الله بن فاهم بن عبد الله بن يوسف آل عبد الله من يتقدم على المقدمة والبداية الأولى، بينما المركز الثاني الوصول في هذه اللحظات من البصير سالم بن عبد الله بن مبارك آل نابت من يأتي على المركز الثاني. المركز الثالث حيث الوصول في هذه اللحظات من كفو مانع بن عبد الله بن عبد الرحمن اليحافي من يأتي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع القدوم في هذه اللحظات من مرحب عارب بن محمد بن حمد الاكتبي من يأتي على رابع المراكز، بينما المركز الخامس تابع الوصول والحضور في هذه اللحظات حيث القدوم من شاهين سالم بسلطان بن سالم بسلطان النعيمي من يأتي على المركز الخامس. هكذا هو ندائنا الأول للخمس المراكز الأولى، للخمس المراكز المندفعة في صدارة هذا الشوط والباحثة عن الفوز والانتصار. عودة إلى المقدمة، عودة إلى الصدارة، إلى البداية الأولى مع البارود. عبد الله بن فاهم بن عبد الله بن يوسف آل عبد الله من يتقدم على المقدمة والبداية الأولى. بينما المركز الثاني الوصول في هذه اللحظات وفي هذه الاندفاع الجميلة من كفو مانع بن عبد الله بن عبد الرحمن اليحافي من يأتي على المركز الثاني. المركز الثالث تابع الوصول والحضور من مبشر أحمد بن حمد بن علي بن قميس العمري، بينما الوصول بينما الدخول في هذه اللحظات وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، وصل هنالك سكر لراشد بن سعيد بن حمد المنصور من يقدم لنا سكر على المركز الرابع متسللا من مركز الى مركز. هكذا هو ندائنا الثاني للمراكز المتقدمة، للمراكز المندفعة نحو الصدارة ونحو الفوز، الباحث عن الانتصار، ولكن العودة الى البارود، الى البارود من يتقدم. عبد الله بن فاهم بن عبد الله بن يوسف آل عبد الله من يأتي بهذا الحضور، بهذا الأداء المشرف، يؤكد حضوره، يؤكد اندفاعته على مقدمة هذا الشوط بهذا الأداء الجميل، بهذا الحضور المشرف، بينما سكر القادم، بينما سكر الواصل راشد بن سعيد بن حمد المنصوري يتحرك في هذه اللحظات في ثاني المراكز. المركز الثالث كفو القادم في هذه اللحظات مانع بن عبد الله بن عبد الرحمن اللي حافي، وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، هنالك القدوم في رابع المراكز من طماع مظفر بن محمد بن صنباري العامري من يأتي في هذه اللحظات وفي هذه الاندفاع الجميلة والممتازة، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، إلى البارود، إلى البارود من يؤكد هذا الحضور، هذا الأداء الجميل، هذا الأداء المشرف. بدأت تصدر الأوامر مع البارود بهذا الأداء الجميل. عبد الله بن فاهم بن عبد الله بن يوسف آل عبد الله يؤكد هذا الاندفاع وهذا الحضور المشرف والجميل، بينما سكر القادم، سكر القادم بهذا الأداء المميز، ولكن خلاص قفل مجريات هذا الشوط. البارود، البارود نحو الفوز، نحو الانتصار بهذا الأداء الجميل. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار الذي يقدمه البارود لحظات وصول إلى خط النهاية معلنة للفوز والانتصار، بينما المركز الثاني الوصول من قبل سكر راشد بن سعيد بن حمد المنصوري. المركز الثالث من يحمل رقم 20 في ثالث المراكز، هنالك طماع مظفر بن محمد العامري من يأتي على المركز الثالث. عودة إلى التوقيت الزمني 4:28 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس إلى جميع الفائزين.